إن مصر في لحظة 2022 هي أمة شديدة الشباب، حيث أن عدد الشباب أقل من 40 عاماً يمثلون أكثر من 60% من تعداد الأمة المصرية. ندرك أن التحولات العنيفة المركبة التي تحدث في عالم بعد الكورونا وأزمة التعقد الإنتاج والركود التضخمي، مثلما هي تحدي آخر نواجهه معا، فإن التاريخ علمنا أننا قادرون بالاتحاد والتشاركية على عبور الأزمات، بل وإيجاد الفرص الممكنة في داخلها، لأن كل محنة في داخلها منها منوعة. هذه لحظة الضرورة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره جنبا إلى جنب مع المجهودات الحكومية في تحول مصر من الاعتماد المباشر على الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي مستدام مبني على المعرفة والتنافسية وعدالة إنجاز الفرص، يمكننا من تحول الأفكار الخلاقة والإبداعية إلى مشروعات تخلق وظائف وتعمر الأرض، وتمكننا من جذب أحجام استثمار إجمالي مباشر تستحقه مصر بقدراتها البشرية وجهودها. المؤتمر بنسخه المتتابعة يتطور ويؤسس إلى جسر فاعل وممكن وضروري مع أكثر من 14 مليون مصري مقيم بالخارج، قادرون على أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بدورهم بقدراتهم المادية والمعرفية في تحول مصر لاقتصاد إنتاجي منشود. سعيد جدا بمشاركة الأولى التي سمحت لي بالتعرف على تجارب المقيمين والمبدعين من مصر وأفريقيا، وأؤمن أننا قادرون على جعل مصر بوابة أفريقيا إلى العالم لتحقيق مصالح شعوب جميع دول أفريقيا المشتركة القائمة على قيم التعاون والتفاهم والمساواة. والآن مع الخصوصيات التي خرج بها المؤتمر نتاجاً عن ورش العمل المتعددة المختلفة خلال اليومين الماضيين، وإلى أن نتحمل جميعاً مسؤوليتنا في التأكد من تحول الخصوصيات إلى إجراءات محفزة ممارسة الأعمال وتحقق الأفكار إلى مشاريع قبل حدود نصف العام القادم من المؤتمر بإذن الله. السادة الصناعية والتعليمية من خلال قيام حلفات استراتيجية تهدف لرفع الفجوة بين التعليم والصناعة، وكذا دعم المراكز البحثية والاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الأبحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتبادلة. الاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، حيث أنها تعتبر سوق واعد بالنسبة لمصر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيداً للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لاستخدام المركبات الكهربائية وإنشاء مركز إقليمي للابتكارات في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية. تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء في مراقبة الإنبعاثات وتوزيعها على أعداد ورافع تحديد نسب الإنبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية. تعزيز الآليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالمية، وتيسير كافة سبل النفاذ للأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة ومكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها وقدرتها على مقاومة التطلبات في الأسواق الخارجية بالتوازن، مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية وتنمية الصادرات المصرية للخارج. توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع في التعاون مع الشركات الرائدة في المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية تقدمها لمؤسسات القطاعين العام والخاص، مع الاهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني لشركات الكمبيوتر. العمل على تحسين خريطة مصر في تكنولوجيا البرمجيات والتوجه نحو تطوير البرامج التكنولوجية للدول الأفريقية والعربية، وإنشاء منصات لتعزيز قطاع السياحة في مصر مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية. الثورة الصناعية الرابعة في الخطوات المهمة. التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي ذكي لكل مواطن، لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى ومن ثم التخطيط بكفاءة أكثر للمبادرات الصحية التي تبناها الدولة في المستقبل. وكذا توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال
دعا قطاع البحوث والتطوير وتبني مشروع قومي يهدف لزيادة قدرة التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مجال التصدير لمنطقة الشرق الأوسط. العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق العالمي والإقليمي، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الأفريقي، ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة عن طريق توفير منح من جهات الدعم العالمية المختلفة، والتوسع في تصنيع المواد الخام نصف المصنعة وارتباطها بشكل مباشر بالمنتجات الزراعية وكذلك المواد الخام الأولية المتوفرة في مصر، واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر واستغلال نقاط القوة المتاحة وكذلك تخطي نقاط الضعف. ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول على كافة المعلومات والوقوف على كافة المستجدات في مجال الأعمال، وكذلك التعرف والقرب على الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة وخاصة الموجهة للشركات والمشروعات الناشئة. تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية وتسهيل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقاري أو حسن الفكرة. وختاما أوجه شكري معالي الوزيرة وكل الفريق القائم على تنفيذ المؤتمر، وأختم كلماتي بكلمات مصطفى صادق الرفاعي الخالدة: لك يا مصر السلامة وسلامة يا بلادي، إن رمى الله سهاما التقيها بفؤاد. شكرا لكم.